ديالكم، شكرا المحبه ديالكم، شكرا البارطاج لهلاختكم، زيدوا بارطاجوا القناه باش تكبر ان شاء الله ونوليو عائله اكبر من هذا الشيء. هذا لهلاختكم عليا. واحد التعليق لقيتو دابا عاد دابا يلا غنجاوبو. واحد البنت كانت متتبعه ديالي في قناتي الاولى في 2018، في قناتي الاولى كانت سميتها سيهان بيوتي. مهم الا عقلت مزيان ماما سميتها الحاجه فاطمه، بغيت نقول لها تحياتي لك اخالتي الحاجه، الله يحفظك ويخليك ليا. شكرا للبنوته ديالها تكتب لي ميساج حتى هيايا لهلي خطيت، وشكرا ومرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا كما شفنا الزوج، الموضوع ديالو والعناوين ديالو سعاد رجعات، سعاد مرجعات، سعاد غترجع، القرار الصادم اللي خداتو السريعه. هو المهم كاين بزاف ديال 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 الهضره، كاين ما يتقال. كما شفتوا انا قلت لكم في الفيديو ديال البارح خاصو يكون عادل، ولا شري الذهب لهاد الدار يشري الذهب لهاد الدار، ولا تقدا لهنا يتقدا لهنا. خاصو يكون عادل حتى في الفلوس، ماشي غير في سميت الزواج. الزواج راه ماشي سميتو الزواج وصافي، يعني خص مسؤوليه. الفيديو ديال اليوم كيهضر، قال لها قالت ليه زعما واش نوبتها ملي غتكون نوبتها نوبتي كي غنديرو في الجدول نوبتي ونوبتها، سمحوا لي كنتمتم. قال ليها هو غيكون نهار هنا ونهار هنا، حتى لهنا ماشي مشكل. قالت لي هي والنهار اللي غتكون تخدم، يعني السريعه اليوم النهار كله الفيديو كامل كتهضر على خدمه سعاد، ومن زعما ملي تكون خدامه وهي راه عندها خدمتها. وقالت لك زعما هي ما يمكنش تجلس في الدار وتخدم في الدار ويسكنوا في دار وحده والاخرى تخدم وتدخل الفلوس، بحال هكا بينات لينا. انا بغيت نقول لها انك النهار الاول فجيتي وقلتي غادي تهزي المشعل وغادي تجمعي هاد العائله هادي، كنتي عارفه انه غيرد مرتو، والدليل انه نهار تزوج بك وعلن الزواج ديالك كان يلاه مشى لعند امها وباها وكان غير ردها هذيك اليومين، وجيتي انت يعني انت عارفه هذا الشيء هذا، وانت عارفه السيده كتخدم ولا خدمات الله يسهل عليها حتى انت سيري خدمي. بالنسبه لي هو قال لها قالت له هو النهار اللي غتكون بحال هو النوبه ديالو عند سعاد وسعاد تكون خدامه. قال لها كانت خدامه ضربها دران، شوفوا الهضره كي دايره، يعني ما غاديش يبات في الدار. وانا من هنا جيت نجاوبه ونعطيه العصير في كاس كبير، كنت قلت لي صافي غادي نبعد منك، ولكن هاد السيد مبغاش يتفك معانا. اسيدي عليك، اولا وقبل كل شيء نهار تكون خدامه خصك الزواج راه واحد المسؤوليه لي كبيره، يعني عوض ما تقول نهار تكون خدامه يضربها التران، انا نفضل تقول انا غنكون مسؤول وغنقول لها جلسي في الدار ما تبقايش تخدمي، ما تبقايش تنقشي، انا غنجلس وانا غناخذ ليها الدار وانا غنكون مسؤول. وديك الساعات العيب والعار لا قالت لك هي لا، ولا حنا خرجنا كنحلو فمنا. يعني ديك الساعات الا السيده صرفتي عليها وخدمتي عليها وقمتي بها كما قيم بالسريعه، يعني السريعه الشهر الاول ما كملاتوش، خدات التليفون ب 16000 درهم، خدات الذهب الله يسخر لها الله يكمل عليها. مي حتى سعاد خاصها حقوقها، على هي غترجع انت كتقول لا اصلا هي بدارها وهذا الشيء اللي خلاني انا نرجع واللي ريحني انها بدارها. وحنا كنقولوا لك لا، انت بغيتي الزواج وكتشجع الناس باش يديروا جوج ديور، وانت متحمس لهذه الدرجه هذه بغيتي تكون عندك جوج ديور، فخذ مسؤوليتك نوض خدم على راسك، صرف على هنا وهنا. سعاد انا نصيحتي ليها تجلس هي كما قالت السريعه، هي خدامه حاسدينها على خدمتها. السيده راه بقاو تعينيها عينيها هكا داروا ليها بكثره الحنه، وليدين عواجوا لها بكثره الحنه. هادشي كله انت اللي كتقول قلتي ليها لا خدامه، لا خدامه على راسها، ما لا خدامه علينا، راه خدامه على ولادك. شريف راه اي حاجه دارت سعاد، اي فلوس دخلاتهم شرت بهم دار ولا شرت بهم كما كتقول دارتهم في البنكه ولا اي حاجه، راه فلوس ولادك. يعني حنا العيالات ولا الرجال ملي كنكونوا كنديروا راه كنديروا لراسنا وكنديروا لوليداتنا، كنامنوا مستقبل وليداتنا. واش انت بغي واش حيت ما كتبتلكش الممتلكات ديالها صافي غادي تولي تهضر على اساس زعما الفلوس راه ديالها هي بوحدها، راه ديال ولادك. يعني انت بغيتي الزواج خاصك تكون مسؤول، عوض ما تقول انا اللي ريحني انها بدارها، لا خذ ليها دار. قبت ليها دار حتى هي كما قابطه للسريعه، وصرف عليها حتى هي وستتها وجلسها، والعيب والعار عليها ولوموها الى نهار نوبتها كما قالت السريعه مشات خدمات. ديك الساعه نقولوا لها واش انت ما كتحشميش، نقولوا لها لا ما قلناش لها مباشره، نقولوا لها في فيديو، حيت كون بها كون قاد وسيدي ومولاي وصرف عزيزه وسعاد عزيزه وغاليه. عرفتي ملي قال سعاد عزيزه وغاليه قفزت دارت هكا، اختي جيتي هزه نهار الاول المشعل وقلتي بغيتي تجمعي ديك العائله وتجمعي شملهم،
فتحملي المسؤوليه ما تقفزيش. من طبيعه الحال سعاد راه 20 عام هو مزوج معها، سعاد راه مرات 4 الوليدات، سعاد مرتو، سعاد دوز معاه 20 عام. 20 عام ماشي سهله، يعني انت ما خصكش تقفزي، ما خصكش تكوني انانيه، حيت انت يلاه هذه 2 شهرين باش جيتي، دونك خصك تكوني عارفه راسك فين حطيتي راسك. راه حطيتي راسك واخا تقولي حقا انا راه كنطلقها، ولكن كنتي عارفه غير الضه. راه حطيتي راسك في واحد البلاصه اللي حطيتي راسك وانت عارفه ان الصداع غيكون كما كتقولي. انا بديت كنحس بالمشاكل، بديت كنحس بالصداع وجاتنا الشراره، ولكن حاولنا نتغلبوا عليها. كان زعما دغني غير واحد الصداع بدينا كنحسوا بيا. كسي محمد حسيتي به؟ بغيت نقول لك الصداع اللي حس به هو ان ملي رجعت لها فاطمه الزهراء بنتها، وانا نقول لك راه ان غيكون صداع اخر، لان ضروري ما يصح الا الصحيح. راه غترجعتها يسرى، غير تهني السريعه ويسرى حتى هي غترجع، وهو حتى هو غيرجع. بغيتي تقبلي هذا الشيء هذا تقبليه، ما بغيتيش تقبليه راه لا فاليز ديالك عندك، هزيها عمري بحويجاتك وصافي. حسي براسك بحال دوزتي كونجي فاس ومشيتي فحالك صافي، لان ما يصح الا الصحيح. الراجل عنده مرتو وباغي يردها، ونهار هضر معاك 5 السوايع وقلتي بقيتي كتهضروا وحسيتوا براسكم غتزوجوا، ديك الساعه عرفي راسك من الاول انه مادام باغي يرد مرتو وانت ما قاداش على الصداع. قولي ليه لا سيدي سير جمع مرتك، انت باغي ترد مرتك سيري عند مرتك، الله يسهل عليك انت وياها وليداتكم وخرجي منها. انت جيتي بغيتي تعطينا واحد الموعظه، بغيتي تدخلي لنا شي حاجه اللي جديده علينا حنا في الدنيا هذه جديده، واخا تقول لي الشرع ضربه ولا الاسلام زعما كيقول ماشي مشكل يتزوج، ولكن راه خاص الانسان اولا الزواج راه عنده شروط، يعني لا كان سواء لا كان مره وحده او لا كانوا 4، يعني الزواج راه عنده واحد الشروط. الزواج راه مسؤوليه، الزواج راه كما كيقولوا الزواج اللي لا تدبيرو عام، الزواج راه شي حاجه اللي مقدسه وشي حاجه اللي كبيره خصنا نخمو ليها وفي العواقب ديالها. عاد ما بالك لا كان الزواج بالثانيه. انتي قلتي مؤخرا كان صداع ولا زعما بداو المشاكل، حسيتي بالصهد بدا كيدخلك ولكن تحكمتي فيه ورديتيه لبلاصتو. وكنظن انا على الاستنتاج ديالي انا، حيت شفت فاطمه الزهراء في اللايف مع ماماها، يمكن على ود حتى رجعت فاطمه الزهراء يمكن عند ماماها بديتي كتحسي بمشكل وقلتي تصدمتي زعما، قلتي بهذا المصطلح انا تصدمت، لان شي حاجه اللي ما كنتش كنتوقعها. بغيت نقول لك غير توقعي اكثر وتوقعي الأسوأ هو حتى الكبيبره راه غترجع عند ماماها، لان ضروري مهما فرقتهم الدنيا ما يصح الا الصحيح، والام غتجمع بولادها. وانا النهار الاول فاش خرجت وكندوي عليك كنقول لك دائما انا ما عنديش مشكل معك حد زوجتي به، هو انا كان عندي المشكل الاساسي هو دوك الاولاد اللي كنتي كتصوري بهم وتكلاشي بهم، ولا البنت الكبيره لا الدراري الصغار لا كل شيء. وكان عندي المشكل ملي كنت كتخرجي وكتكلاشي ديك السيده هذيك. اما زواجك به هو كبير وانت كبيره، الله يعاونكم شغلكم هذاك. اما من ناحيه قلتي التكافؤ ما كاينش بيناتنا، لان هي خدامه وانا ما خداماش، ورانا نهار تزوجتي به هذاك السيد عرفتي ان هي خدامه، وانت كتقولي شي حاجه اللي كتناقضي نفسك، يعني انت مقلقك ديك القضيه انها خدامه وانت ما خداماش. هذا اللي راه خصو يفرحك هذا الشيء هذا، لانك انت ما خداماش وشرى لك وعطاك داك الشيء اللي ما عطاهش لها هي، وخا تزوجت معاه 20 عام. يعني عمرنا ما شفنا هو يا خدا لها تليفون ب 16000 درهم ولا خدا لها الذهب ولا، يعني انت جيتي في شهرين حققتي جميع داك الشيء اللي ما حققتوش هي في 20 عام. 20 عام وسيده كتصرف عليه، وهي اللي دارت ليه القناه، وهي اللي كانت كتشري ليه ثمن داك الجاكيطه اللي داير على كتافه، قالوا الناس في التعاليق انها شرتها لينا ما سولتهاش هي. دونك انت حققتي شي حوايج فابور، ما خدامه ما والو، يعني ما خصش قلقك انها خدامه. اما هو قال لك الا كانت خدامه ضربها التران، بغيت نقول لك الشريف زير معانا، الا كانت خدامه راه خدامه على ولادها، والعيب والعار الا كانت خدامه وانت كتصرف عليها، سير خدم عليها وشري لها هي تليفون غالي وتهلا فيها وخذ لها الدار. وانا كنقول لهم من هنايا خاصه هي تاخذ لها دار، ما تبقاش تقول راه عندها دارها، لا خذ لها دار حتى هي بحال بحال الاخرى، وفرشها ليها وصرف عليها وخلص مدارس الدراري وكسيها وصبطها، هنا غتكون عادل. لان قلتي قال لك القاضي راه ما غتقدرش تعدل ولدي، راه فعلا ما تقدرش تعدل، ولا بغيتي تبدا بما عييتي وما كانش العدل وبداو المشاكل كما قالت السريعه، عدل في الاول
سير خضار لهادي ولهادي، وصرف على هادي وهادي، والهضره اللي تقولها هادي ما توصلها لهادي، والكلاشات اللي كتكلاشي ما تكلاشي هادي، وديك كثره الهضره المعسله بحال اليوم عرف انك باغي انت ناوي الرجوع مع السيده، وكتقول الاخرى كلام معسول حشومه. هادشي هذا انت كتبغي تخلق به البوز باش تدخل الفلوس، الله يسهل عليك، ولكن راعي المشاعر ام ولادك، مت ربعه الاولاد ام جماعه غلفهم تبارك الله ما شاء الله. ايوا اخوتي اخواتاتي اش غنقول لكم، غير كنبدا في هذا الموضوع ها ما عاودتني حني كتهمروا. نقول لكم شكرا لكم، كثروا لي التعاليق، رايكم يهمني كيهمني اختي بالدارجه، رايكم كيهمني بزاف بزاف بزاف. شكرا لكم وشكرا المحبه ديالكم والغزالات.